بالرغم انه في فنون عم تاخد وهج واهتمام انتاجي بالوطن العربي، في فنون بالمقابل عم بيخف الضوء عنا وعم بتصير الى طريق الزوال. الشريط المصور او الكاريكاتير من الفنون العظيمة اللي نجحت بالعالم. هالفن اللي حكي هموم ووجع الناس بشخطة ألم، جسد واقع مرير بالضحكة، ووصل الرسالة مع كتير من المأساة، وكان متنفس حرية للشعوب العربية كلها. من فكرة غزت من شغف رجل أعمال ناجح، قرر يحقق حلم الطفولة وتعلقه بالكاريكاتير بالرغم من انشغاله للمحافظة على هالفن الرائع. هيدا هو معتز الصواف وزوجته رادا. لأنه معتز عنده هالقد شغف وعنده هالقد حب للكاريكاتير وللشرائط المصورة، انطلقت مبادرة معتز ورادا صواف بال2014 بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت. أهداف المبادرة هي طبعاً أول شيء تشجيع هذا الفن، فن الكوميكس في العالم العربي، ونقدر نأرجي العالم الغربي إنه نحنا بالعالم العربي تبعولنا عنا كتير مواهب حلوة وعنا كتير إشياء حلوة نبرزها ونأرجيها. هالمبادرة ما كانت ممكن تتحقق لولا التبرع السخي من السيد معتز ورادة الصواف لحفظ أرشيف كبير من الشرائط المصورة بالمكتبة الخاصة بالجامعة الأمريكية، اللي هي بتقدم الأرشفة ديجيتال أركايفينج، وطبعاً وضع الكولكشن بمكان بيحافظ عليه وعلى النوعية تبعه. مبادرة معتز ورادة الصواف حققت إنجازات كبيرة، ومنها محاضرات سنوية بتحكي عن مواضيع الحروب والنزاعات العالمية، بيقدمها خطباء متخصصين بهالمجال. بالنسبة لمعتز، الصمت والألوان والأشكال أقوى بكتير من تعبير الكلمات. مستر صواف كان بيهمه أنه يعمل جائزة للفنانين الموجودين بالعالم العربي، جائزة محمود كحيل لتخليد هالرسام اللبناني العربي، وهو من أبرز رسامي الشرائط المصورة والكاريكاتير. هالجائزة بتعزز الفن التعبيري بالعالم العربي، فنانين ورسامين من دول مختلفة قدموا رسوماتهم تيوصلوا للمراحل النهائية ويحصلوا على جوائز متعددة. من إنجازات المبادرة هالسنة كمان هي كان إصدار طابع البريدة يلي نزل باسم الفنان محمود كحيل تكريماً لاسمه. من أهداف المبادرة رعاية عدة مهرجانات للكاريكاتير بعدة دول عربية لتعزيز هالفن التصويري. طباعة وإصدار كتاب هكذا رسم كحيل اللي بيتضمن أعماله جمعتهم مبادرة معتز ورادة الصواف بمساعدة ولاد الرسام محمود كحيل. كنا عم نتمنى طبعاً نوصل لأنغولان، وعدنا الناس أنه رح نجرب نوصل، واليوم فيني أقول أنه نحن صرنا موجودين على الخارطة العالمية. والوعد وفى بوحدة من أهم المهرجانات، وهو مهرجان أنغولان بفرنسا للشرائط المصورة. كان في استقبال كتير حلو، وكان في نجاح حلو، وكان في إقبال عالمي كتير على الستاند تبع الأرب كوميكس. كل هالعمل الكبير ما كان ممكن يتحقق لولا التعاون الكبير مع الجامعة الأمريكية ببيروت. We at AUB are extremely proud of Mr. Kahil. بالنهاية، مبادرة معتز ورادة الصواف خطوة كبيرة لإعادة إحياء فن الكاريكاتير. المؤسسات الكبيرة ما فكرت فيها، وهالمبادرة قدرت بخلال فترة قصيرة توصل صوتها وحبها لهالفن على كل العالم.